الوزير المحترم، السيدة السادة المستشارة المحترم، شرفوني أن أتناول الكلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل المغرب التي تم إقصاؤه من الحوار الاجتماعي ومن التمثيلية في عدد من المؤسسات الدستورية دون أي مبرر قانوني، فقد تجاوزنا عتاب 6% من النصوص المنصوص عليها في مدونة الشغل، بل نحن النقابة الثالثة في القطاع الخاص، أما في القطاع العام فلا يوجد لأي قانون يحدد عتبة التمثيلية، هذا من جهة، ولذلك فإن الحكومة مرتبكة فيما يتعلق بالعلاقة مع الشركاء النقابيين، ونحن نتساءل كيف الحوار المركزي أو الحوار في قطاع حكومي آخر، في حين أن الحوار في القطاع الاجتماعي لازال متعثرا في القطاع ديال الإدماج الاقتصادي، وهناك حاليا راه كاين واحد الإضراب في القطاع ديالكم السيد الوزير. سي الوزير المحترم، إن هذه الحكومة تفضل الاستماع لنفسها ويضيق صدرها بالنقد حتى لو كان بدءا، فالعبرة ليست بكثرة الكلام ولا بتوقيع اتفاقات بل في تنفيذها، وفي هذا السياق نذكركم أن حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران هي التي التزمت بتنفيذ الاتفاق الموقع مع عباس الفاسي 13 مليار درهم سنويا، وكان قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق في نهاية الولاية الحكومية لولا بعض الحسابات السياسية الضيقة، وأن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني وقعت على اتفاق الحوار الاجتماعي سنة 2019 ما يناهز 10 مليار درهم سنويا في انتظار تنفيذ التزامات الحكومات الحالية الحكومة الحالية. السيد الوزير المحترم، لقد قدمت مؤخرا على إعفاء جماعي لكل مسؤول الوزارة في سابقة من نوعها، وموظفي الوزارة وأطرها يتساءلون عما إذا كان الأمر يتعلق بعقاب جماعي لهؤلاء المسؤولين الذين بلغ عددهم 150 مسؤولا، وكان هناك يعني مخ الإعفاء كانوا الناس رجعوا يعني تثبتوا في المناصب ديالهم، وكانوا الناس مسؤولين هذه الوزارة رفضوا أنهم يعاودوني يتقدموا مرة أخرى لتحمل المسؤولية. لذلك نطالبكم سي الوزير في الاتحاد الوطني للشغل المغرب لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي بقطاعكم، لا سيما أن الوزارة توفر على ملفات مطلبية متراكمة، كما نطالبكم بضرورة الإسراع بتفعيل لجان الثلاثية والنهوض بوضعية جميع موظفي القطاع وبخاصة مفتشي الشغل بجميع مكوناتهم من خلال مراجعة مرسوم النظام الأساسي ليكون أكثر إنصافا وتحفيزا والرفع من قيمة تعويضات الجوالة، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات، وكذلك نظرا للأدوار الجسيمة التي ملقاة على عاتق مفتشي الشغل يجب يعني الرفع من العدد ديالهم، وعدم ربط مراجعة مرسوم النظام الأساسي بمدونة الشغل التي تبدو أن مراجعتها قريبة. وأيضا نطالبكم سيد الوزير مراجعة نظام المكافآت والتعويضات على غرار ما هو معمول به في بعض القطاعات الأخرى، وعملا بمبدأ المساواة خصوصا مع مستخدمي المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة، تزويد دوائر مراقبة القوانين الاجتماعية في الفلاحة بسيارات ملائمة لطبيعة الميدان لتسهيل القيام بزيارة تفتيش مع إقرار تعويض إضافي للمفتشين المكلفين بالقطاع الفلاحي بسبب ارتفاع أثمنة المحروقات، ولا سيما أننا نتابع الظروف الصعبة التي يعاني منها عمال وعاملات الفلاحة، كيصعب على المفتشين أنهم يوصلوا إطلاق، وآخر حاجة إطلاق برنامج التكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة سيما في مجال الصحة والسلامة المهنية ومعالجة اختلالات الحركة الانتقالية وإنصاف شغلة التكوين المهني وفتح حوار مع نقابة القطاع. في الأخير سيد الوزير نطالبكم كلمة بإفادة اللجنة الوزارية بشكل مستجل الوقوف على أوضاع المديرية الجهوية بفاس مكناس خصوصا أن الموظفين مختلف فئاتهم. شكرا سيد المستشارة. شكرا. تفضلوا سيد